مشا نشوف تي في تحية طيبة جميع المتابعين كان حيكم ديت وجدة. إذا كي توجد معنا صديق سي أناس فاعل جمعوي بطبيعة الحال. سي أناس بغى اليوم يهضر على واحد القضية مهمة صراحة في ظل يعني كان مجموعة ديال المشاكل في الساحة الفنية خصوصا في تنظيم الأنشطة، لأن كنشوفوا ناس بزاف تاع لي زيفينمون اللي كيديروا بليتيكي نظرا لأنه ما كانش دعم لا من وزارة الثقافة لا حتى انا للمجتمع لا بزاف تاع الجهات. بحال هادي زيفينمون كاين الناس اللي عندهم الفلوس كيقطعوا التيكيت يدخلوا يتفرجوا، ومسا كاين الناس اللي ما عندهمش الفلوس ما كيتحرموا باش انهم يتمتعوا يتفرجوا يحضروا لشي فنان ولا شي حاجه اللي زوينه ولا هادي. يعني خاص تكون العداله الاجتماعيه بهذا المعنى هذا. يعني لهذا سي أناس اليوم جينا نناقشوا هذا الموضوع هذا باش يكون شي حل باش حتى هذوك الناس حتى هما يتفرجوا ويستمتعوا بطبيعه الحال بالاوقات ديالهم من حقهم حتى هما يتفرجوا. وكذلك في ظل انه ما كانش مهرجانات، ما كان مهرجان الراي اللي كانوا الساكنه كيفوجوا به وكيتلاقاو مع النجوم ديال اغنيه الراي والمغربي والشرقي بجموعة الامور. كنشوفوا اليوم لانه المهرجان هذه ثلاث سنوات ما ندارش من 2019 يعني مور كورونا ما ندارش شي ايفينمون هنا في وجده اللي كبير اللي الساكنه تمشي تفوج ولا شي حاجه، دار شي حاجه قليله. المنطقه الشرقيه ككل يعني كاين نقص ديال هاد المهرجانات، ما كانش شي مهرجان اللي في مستوى ديال الموازين ولا ديال الموسيقى الروحيه ولا كنشوفوا بعض المرات غير جماعات صغار وفيهم مهرجانات اللي كبار. ناهيك عن ان مجده مدينه العاصمه الشرقيه. كنتمسوا الخير ان شاء الله في السيد الوالي السي الخطيب انه يحط بالاعتبار يعني هاد ويهتم بالفن والفنانين، هو ابن البار لمدينه وجده بطبيعه الحال والانسان اللي خادوم وكيعرف الخبايا وكيعرف حتى العقليه ديال هذه المدينه. سي أناس مرحبا بك. السلام عليكم، تحياتي للسي طارق. شكرا على الاستضافه في هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم في مدينه وجده. كما كتعرف مدينه وجده كاين واحد النقص في قطاع الثقافه، يعني انك باش كتبغي دير واحد ليفينمون ولا كدير واحد كتلقى مجموعه من العراقيل، كتلقى مجموعه من بالعكس انك كتكون رباطي ولا كتكون كازاوي ولا كتكون من الغرب جاي انك كتلقى تسهيلات. يعني واحد القضيه نمشيو للعراقيل عاد نمشيو انه المثل الشعبي خبز الدار ياكلوا براني كما خبز الدار ياكلوا براني. ياه سي أناس بحال عطيني دي طيني باش المسؤول توصل من الرساله ويعرف ويعرف. يعني مثلا دابا كاين كجمعيه كتكون كجمعيه ولا تعاونيه ولا كشركه ولا هي احنا ماشي ضد انك ضد دركي مثلا نمشيو قطاع الثقافه انك مسرح محمد السادس مي كتمشي كيقولك خلص كتمشي انك كتخلص كذا يعني كتخلص واحد المبلغ ديال 6000 درهم ولا مليون و200 كشركه مليون و200 كجمعيه 6000 درهم. يعني كاين الجمعيات اللي ما عندوش دعم باش غادي يخلص ديك 6000 درهم، ومن كيخلص ديك 6000 درهم كيفرضوا عليه ما يبيعش لي تيكي كي غادي يدير دوك لي شارج ديال ليفينمون باش غادي يخلص سونوريزاسيون باش غادي يخلص الاوركستر الا كان جايب اوركستر باش غادي يخلص الفنان باش يخلص لارتيست. انت يعني هنا ما كتشجعش على الثقافه ولا كتشجعش، بالعكس انه كتشوف واحد جاي من برا هادي يا خبز الدار ياكلو بران. يعني واحد من برا كيجي كيخلص القاعه ديالو كيدير لي تيكي كتلقاه جايب اسوسياسيون وداير لي تيكي ما على بالوش. يعني واش هو الفرق بين وجدي وواحد جاي من برا؟ يعني حنا هنايا مازال ما عرفناش شنو هو الفرق. يعني هما هادو هما العراقيل اللي كتلقاهم بحال عاوتاني كنقول بلي انه زعما بعض مسؤولين ماشي كلشي ولا بعض الجهات كتعطي اهتمام يعني الناس كيجيو برا اكثر من الدينا فيها. فوالا شوف ما نجيوش غير المسؤولين، حتى الشعب الوجدي مين كينوض ولد المدينه مثلا المدينه يدير شي ايفينمون ما كيدعموش ويشريو عليه لي تيكي، مين كيشوفوا البراني كيدعموا كيدخلوا. مثلا طارق مثلا دار ايفينمون جاب واحد لارتيست مشهور كذا كذا ودار لي تيكي حيت هو ود وجده غادي يحاضبوه ما يبغيوش يوصل. فهمتني؟ راه هذا هو المشكل. ما عرفناش واش انك من انك انت ولد وجده كيحاربوك ولا شي حاجه اخرى. ما يبغي بهذا المعنى ما يبغيوش ولد المدينه ينجح، يبغيو يكبروا غير بالبرانيهم. سي أناس
هذا كدير لي زيفينمون هكا يعني. انا كندير يعني لي زيفينمون ديال الاطفال الصغار. شنو كيقولوا لك شنو العراق اللي كتلقاها كدير؟ مثلا انايا كنمشي كان مركز الثقافي هنا في وجده ولا بالفلوس كتخلص الكريه ديال القاعه. كي كتمشي كتخلص القاعه ديالك، كي كتجي دير لي تيكي مشى كتقول لك السلطه كتقول لك ممنوع غير ربحي، نشاط غير ربحي، دير شركه ولا دير كذا وخلص 1200 درهم ولا ديال القاع. انا 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 خلصت 1200 درهم وزيد وزيد عليها لي شارج وزيد عليها البيبليسيتي زيد عليها ديك الفرقه اللي غادي تجي وزيد عليها المابيش ديالهم، واش من ربح كاع ما ديروش. خاصك خاصك سبونسور، خاصك اما سبونسور ولا ولا الدعم ديالهم يدعموك. انتما كتلقاو دعم مثلا في لاسونو يزيد عليكم دي شارج ولا كتلقاو راسك وين كتلقى السلطه تاع ديك الرخصه خلص القاعه اللي فيها سواء مسرح ولا مركب تقاعد يخليك تدبر راسك. هذا الشيء اللي كاين كيخليوك انت تدبر راسك، يعني ما كتلقاش اللي غادي يعاونك من القدام ولا شي واحد ولا كذا. يعني بغينا نعرفوا يعني الخلل فين كاين، ويعني حنا تايقين فهاد الوالي الجديد اللي جا يعني عنده اهتمامات وعنده تواصل انه غادي يدبر الامور، يدبر الامور الثقافيه ويدبر الامور انه باش يشوف يعني من الوضع الفني والثقافي لهاد المدينه. يعني لا فريمون كيعانيو اللي كينظموا لي زيفينمون، كيعانيو انك باش دير واحد النشاط ولا شي حاجه راه يعني من غير انك لا بغيت دير شي نشاط ديرو في دار الشباب. الشباب غراتوي كدا حيت كتنشط فيها. دار الشباب كيسمح لك انك ديرو التيكي لا ما منوي لي تيكي هنا كيقول لك غير ربحي. دابا خاصك تشوف شي واحد كتشوف سبونسور بقا تطلب، انت خاصك تبقى تطلب حيت ديجا ما عندكش الدعم وتبقى تطلب. يعني ان خاص يكون دعم لهذا القطاع الثقافه، ولا كان دعم غادي تستهدف واحد الناس اللي فريمون اللي ما عندهمش، غادي تطلق لهم الدعوه باللي زانفيتاسيون وتجيب دوك الناس اللي ما عندهمش وتنعش الثقافه. يعني حتى دوك اللي ما عندهمش يجيو يشوف واش كاين. اسمح لي واحد الاخ شيخ محمد، شيخ محمد غادي نجيو تما المحطه خويا. مرحبا خويا العز، مرحبا بدا سي عاد. بالنسبه يعني هذا هو الاشكال اللي كاين، يعني ان خاص يكون حلول، يكون دعم، يكون لهذا القطاع ديال الثقافه باش ان الناس تخدم. حتى لا ناض تخدم، وحنا يعني في المجال ديال الطفل ملي كدير واحد التيكي راك ما كديرش واحد الثمن اللي طالع بزاف، كدير واحد الثمن رمزي باش تخلص لي شارج ديالك. كدير هذيك لي ماسكوت لانيماسيون بصفه عامه. يعني ملي كدير الفيرمو ديالك راك بحال كدير غير واحد الثمن 15 درهم ولا 10 درهم واش هي هذا ربحي. انا دير ايفينمون دوز على زانفيتاسيون على الناس اللي ما عندهمش يجيو يتفرجوا ويشوفوا. يعني يكون دعم غادي نوزع لي زانفيتاسيون باش نخلص لي شارج ديالي، ولا باش تخلص الفرقه وتخلص السونوريزاسيون وتخلص الديكوراسيون والمسائل ديال القاعه. والله حتى الفرق لي زانفيتاسيون غراتوي نشجعوا حتى حنا الثقافه. حتى بحيت فعل جمعوي يعني كتجلس مع الناس، الناس واش كتشوفوا محتاجين لي زيفينمون غراتوي تدخلوا لي زانفيتاسيون واش خصوصا الناس اللي ما عندهمش امكانيات باش انهم يدفعوا التيكيه 200 درهم ولا 300 درهم. مثلا كتجي تشوف كتلقى ايفيرمون ب 200 درهم ولا 300 درهم، الناس راه ما عندهاش الله يحسن عوانهم. كاين واحد يعني اللي غادي يقطع التيكيه اللي عنده الفلوس هو اللي غادي يقطع ويمشي لذاك ليفين. الفئه الاخرى كتحرم، هذيك كتحرم يعني المدينه كامله كتلقى واحد الفئه قليله اللي كتستافد من ذاك ليفين. مثلا راه من نهار تقطع في السيفال الراي ديال وجده راه الناس ما بقاتش تعيش الثقافه كما هنا في مدينه وجده. يعني حتى هذوك الفئه ما بقاوش كاع يحضروا السهرات الفنيه اللي كدار في وجده. يعني راه حتى في السيفال الراي راه لقى واحد يعني راه المدينه راه تمشيت من ناحيه ديال الثقافه والفن. كان يحرك يحرك المدينه بالنسبه للزوتيل، كان الاقتصاد، التجاره، كان الناس تجي من برا، تجي من كازا، تجي من كذا، انها المدينه كانت محركه باش تحضر الفيستيفال الراي. باش يحضروا الفيستيفال الراي. يعني كان واحد الانتعاش، كان واحد الانتعاش الاقتصاد، كان الاقتصاد، كان فيستيفال الراي طالع. كاين واحد القضيه سي انس لاحظت انا المسرح كيكون سهرات زوينين
دعوه عامه ولكن للاسف ما كنديرهمش بيبليسيتي. حتى هذه الملاحظه هذه عاوتاني من ناحيه ديال البيبليسيتي واش ما فهمناش يعني هذا بحال هاد السهرات ديال الدعوات عامه كتكون كتلقاها بدعم المديريه الثقافه مي كتلقى نورمالمون مديريه الثقافه من الدعم تفرض على هذاك المنظم يدير البيبليسيتي حيت كاين الاغلب ديال الجمعيات كيشدوا الدعم جاو الناس ولا ما جاوش ما على بالوش المهم شد الفلوس الله يسمح لهم وصافي يعني ديفو ماشي غير في المديريه الثقافه ولا يعني حتى حنا راه فينا الاشكال يعني لا عطاك الدعم ديال البيبليسيتي خسر الفلوس ماشي كاين اللي كامله ديرها وجيبو خسر الفلوس ودير عيط للناس كاين اللي باغي يستافد من الفنيه اللي كيداروا في مسرح محمد السادس يعني نتمنى من المسؤولين انهم يتحركوا في القطاع الثقافه والفن ويشوفوا النقص بالنسبه اللي كاين ويعرفوا الاسباب اللي كتخلي الثقافه يعني ناعسه في مدينه وجده ونتمنوا الخير مع السيد الوالي الجديد ونتمنوا الخير للسلطات المحليه والسيد الباشا ويعني دايرين الواجب ديالهم يعني كتلقى المشكل اما في المجلس الجماعي ولا في القطاع هادو هما اللي كتلقى فيهم ديما المشاكل نتمنوا يصلحوا الامور.